له حد وذاك له حد. شوفوا هذه الحدود الموجودة هي التي تجعل أنه هذه ماذا تتعارض، يعني هذا أنا واجد لهذا ولست واجدا لذاك، وذاك أيضا واجد لذاك وليس واجدا لهذا. هذه الحدود تكون منشأ ماذا؟ للتزاحم. ومن هنا إذا صعدنا إلى وجود لا توجد فيه حدود، لا يوجد هناك أي تزاحمين، فلهذا نقول أن الحق سبحانه وتعالى جمع بين الأضداد. هذه جمع بين الأضداد يعني مع كونها أضدادا جمعها. لو هناك سالب بانتفاء الموضوع يا هم منهم. ها التفتوا جيدا، بعض يتصور هذه أن الله سبحانه الذي جمع بين الأضداد يعني مع كونهما ضدين ماذا جمعهما، يعني من قبيل سالب بانتفاء المحمول، يعني بشرط أنهما ضدان الله لكن مع ذلك ماذا جمعهم. هذا محال، هذا لأن اجتماع الضدين ممكن لو محال، ها محال مو محال. بعض الأخوة يخافون يقولون محال كأنه احنا ما نسأل، لابد أكون في شك يعني. بلي خب جزاكم الله خيرا. لا مقصودي بأنه آخر هذا المطلب، لا استحالة اجتماع الضدين واضح، ولكن سبحان من جمع بين الأضداد هم شان واضح. وقصود هذا يعني احنا عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الأضداد شنو تفهمون من هالجمل؟ لا هذا النشق مو أضداد مولانا، ها باعتبار أن الحدود ارتفعت، فإذا ارتفعت الحدود خب من الواضح بأنه لا معنى لأن يوجد ماذا هذا ضد لذاك. إذا كان هناك بياض وكان هناك سواد فالبياض والسواد ماذا لا يجتمعان. أما إذا كان هناك سنخ وجود جمع البياض والسواد في وجود واحد، مو صار مجمع البياض والسواد، ها لا صار وجود بسيط الحقيقة كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء فيه سواد وبياض ولا يوجد فيه سواد وبياض، ها وليس بشيء منها يعني لا بحدها. وهذه الحدود هي التي سوت ماذا سواد وبياض. إذن عندما نقول جمع بين الأضداد مو معناه أنه مع كونها أضداد ماذا جمعها، يعني جمع بين ما هو أضداد عندي وعندك. عندما نقول عالم الغيب والشهادة يعني الله بالنسبة يوجد له غيب ويوجد له شهادة وهو عالم الغيب والشهادة، هذا معناه؟ لا، هذا الذي عندي غيب والذي هو عندي شهادة الله ماذا عالم به، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. يعني الله إلى أول وآخر هالشكل، وإلى ظاهر وباطن. لو بالنسبة إلي يوجد أول وآخر وظاهر وباطن، التفتوا لها المطالب، ها ظاهر وباطن مو الله إلى فد مرتبة نسميه ظاهر، فد مرتبة شنو نسميه باطن، عد الله هم ظاهر هم باطن، هذا محال. مراد ما هو ظاهر وباطن عندي، ما هو أول وآخر عندي هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن.